ساوند اي ساوند اي نطقه اي 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 بيض اي 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 خروج انجينير إنجينير 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 تن اي عشرة وعندي كمان ساوند حرف ال يعني الصوت حرف ال لامب لمبه او اباجوره لا لامب لا لامب لمن. لمن لمون ليف ليف ورقه شجر لام لام يعني خروف صغير او حمل وخد بالك ان حرف البي الاخراني ده حرف سايلنت يعني صامت كنا أخذنا الفيديو اللي فات جوبس اللي هي الوظائف عايز أكون جملة بدايتها I want to be I want to be سنقول معناها أريد أن أكون ونشوف الوظيفة اللي عندنا إيه هي اللي في الصورة ونحط اسمها يبقى أنا هكون جملة دلوقتي بدايتها إيه حلوين I want to be I want to be يعني أنا أريد أن أكون أنا عايز أكون إيه لما أكبر هتقول إيه I want to be i want to be يعني هنا انا عندي صوره الفاير فايتر اللي هو رجل الاطفاء عايز اقول انا اريد ان اكون رجل اطفاء هتقول ايه i want to be a firefighter i want to be a firefighter اريد ان اكون رجل اطفاء هنا ظابط بوليس اوفيسر هتقول ايه i want to be a police officer i want to be a police officer يعني اريد ان اكون ضابط طب لو صوره مهندس انجينير هتقول I want to be an engineer I want to be an engineer أريد أن أكون مهندس عندي صورة جندي أخذنا جندي يعني soldier هتقول إيه I want to be a soldier I want to be a soldier يعني أريد أن أكون جندي إنما عندي صورة الطبيبة طبيب يعني doctor هتقول I want to be a doctor I want to be a doctor يعني أنا أريد أن أكون طبيبة I want to be I want to be a doctor يعني أريد أن أكون طبيبة يبقى الجملة هنا بدأ بإيه I want to be I want to be أريد أن أكون اخر جزء في سيشن النهاردة بيقول ايه how to introduce yourself how to introduce yourself ازاي تعرف نفسك يا سنة اولى طبعا عشان تعرف نفسك اول حاجة لازم تقول اسمك الجملة بتاعت اسمي كذا هتقال ازاي my name is او my name is وتحط اسمك على طول هنا مدينا example my name is هبة يعني اسمي يكون هبة. My name is هبة. My name is هبه يعني اسمي هبه طبعا انت هتحط اسمك ماي نيم از احمد ماي نيم از عمر انت هتحط اسمك طب الجمله الثانيه عشان تعرف نفسك تقول ايه اي ليف ان كنا اخذنا فعل ليف يعني يعيش اي ليف ان وتحط المكان اللي انت ساكن فيه ممكن تقول اي ليف ان جيزه هو مديك اكزامبل هنا بمحافظه او مدينه الجيزه اي ليف ان جيزه انا بعيش في الجيزه طب ممكن كمان تتكلم عن عمرك I am eight years old يعني أنا عندي تمن سنوات لو أنت عندك سبع سنوات تقول أيه I am seven years old طب لو عندك ست سنوات I am six years old وبعد كده الوظيفة اللي أنت عايز تكونها لما تكبر إن شاء الله تقول I want to be a doctor I want to be a police officer I want to be a vet على حسب الوظيفة اللي انت عايزة يبقى عندي أربع جمل بعرف بيها نفسي أول حاجة بقول اسمي my name is وحط اسمي تاني جملة المكان اللي بعيش فيه I live وبحط المكان I am 10 years old I am 19